تحياتي لكابتن علي وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مهوب، وكابتن اسامه عرابي، وكابتن عادل عبد الرحمن. اهلا كابتن. نور يا كابتن. هارد لك النادي الاهلي النهارده يا كابتن. خلينا النهارده نتكلم، كنت في الفقره اللي فاتت كابتن ايمن بكلمك على الاتحاد الافريقي لجنه الحكام وايه هي اتجاهاتها في الفتره اللي جايه كابتن شريف. تاني بنفكر بان احنا كان عندنا حكام كانت لجنه الحكام بتعتمد عليهم بشكل مستمر، زي مجيد نضاي، زي بكاري جسامه، زي فيكتور جوميز، زي الحكم الاثيوبي بملك. النهارده الاتحاد الافريقي بيطلع حكام صاعدين يا كابتن شريف. الحكم النهارده السنغالي عيسى سي، حكم 37 38 سنه، عشان يديله مباراه كبيره زي دي. خلي بالك يمكن اصعب مباراه هذه المباراه النادي الاهلي وصن داونز، خاصه لما يكون في صن داونز. النهارده لجنه الحكام ادت الحكم ده الفرصه ان هو يدير هذه المباراه الصعبه. وصعبه ليه؟ لان كمان مفيش النهارده تقنيه الفار مش موجوده، وبالتالي النهارده الحكم بيعتمد بشكل كبير على قدرته البدنيه والذهنيه والفنيه. هنتكلم على الحكم كابتن ايمن في ثلاث عناصر مهمين جدا اجاد في بعض العناصر كابتن شريف، وبعض العناصر يجب ان هو يطور من ادائه فيها في الحالات اللي هي رصدناها. اولا لما نيجي نتكلم على عنصر الرشاقه كابتن علاء، الولد ستايله كويس، حكم كويس، عنده يعني استغل كل عناصر التحمل العام، تحمل السرعه، سرعه القصوى، عنده رشاقه ومرونه، يعني عارف تحس ان هو كده سهل قوي يطلع من اي مواقف صعبه او من محيط اللعب. كل الكلام ده نفذه بشكل كويس. كمان في الكونتر اتاك كابتن عادل هتلاقيه موجود في منطقه الجزاء، حتى لو هو بيجي في الثلث الدفاعي بتلاقيه بيطلع بيبقى متواجد في الحدث، ما عندوش اي مشكله. كمان ما كانش النهارده في اختبارات ولكن كان كل فتره موجود في مناطق الجزاء، دي ميزه ليه من ناحيه اللياقه البدنيه. الحاجه الثانيه اللي انا يمكن كابتن علاء بنتكلم فيها وكابتن شريف، حته تقدير العقوبات. العقوبات ديت مهمه جدا جدا. ادى انذار لديانج. انذار ديانج طبعا انا عارف ان هو ادى تحت ضغط الجماهير، ولكن انذار ديانج اولا ولا تعطيل هجوم ولا تهور، وبالتالي انذار غير مستحق لأليو ديانج. تعال بقى نروح للناحيه الثانيه، عندنا لعبتين كان يجب على الحكم ان هو يشهر بطاقه. اللعبه الاولى كانت لمحمد شريف يا كابتن شريف، اللي هي كانت قصاد المساعد رقم واحد اللي كان المفروض النهارده يشوف يدي للحكم، هو ما شافش الضربه اللي هي في شريف، ده هنا انذار مفقود، كان يجب عليه ان هو ينذر اللاعب للتهور. اللعبه الثانيه البيرسي تاول اللي هو دخل وعدى وحجم الاثنين، يعني يا تدي انذار لتعطيل هجوم يا تدي انذار للتهور، ولا هنا ادى ولا هنا ادى، وده خلى لعيبه النادي الاهلي تعترض في هذه الحاله، باستثناء حالتين دول يا كابتن ايمن. بشكل عام هو ادار المباراه باسلوب جيد، تمكن من ادارتها. المباراه طبعا كانت بالنسبه له بعد ما بدات سهلت عليه، ولكن قبل المباراه كانت مباراه صعبه. طاقم التحكيم بالكامل النهارده يمكن المساعد رقم 2 و1 ما عندهمش اختبارات كتيره قوي في التسلل، ولكن الحالات اللي جات لهم اداروا الحالات بشكل جيد، تعاونوا مع الحكم بشكل كويس، ما فيش اخطاء تحكيميه مؤثره في نتيجه المباراه. نتمنى طبعا الحكم ان هو يطور من ادائه في العقوبات الانضباطيه، عنده هي بس مشكله في الانذارات، انما بخلاف ذلك كابتن عادل هو ادار المباراه بشكل جيد النهارده. نتمنى طبعا التوفيق للتحكيم سواء كان محلي او افريقي في الفتره القادمه. ان شاء الله النادي الاهلي باذن الله نتمنى التوفيق في المباراه القادمه يا كابتن ايمن. يمكن ما عندناش حالات نجيبها، ولكن بشكل عام التحكيم النهارده عدى بشكل كويس في هذه المباراه. شكرا جزيلا كابتن ناصر، شرفتنا. شكرا.